وحول هذا الموضوع ينضم إلينا من القاهرة مراسلنا حسن فود. أهلا بك حسن. بعد فرض غرامة 500 جنيه يا حسن على المتخلفين على التصويت، هل كان له تأثير على التصويت؟ مرحبا بك بدر. لم يكن لهذا القرار أي تأثير يذكر على التصويت، لأنه ربما سبق وأعلن عنه في كثير من الاستحقاقات الانتخابية السابقة ولم يطبق، لأنه عمليا صعب التطبيق. يعني أنت تتحدث عنه إذا بلغت نسبة الإقبال 50% على حد أقصى، فإن 50% لم يذهب لسبب أو لآخر، أي حوالي 30 مليون، فكيف تطبق عمليا هذه النسبة على 30 مليون شخص، بالإضافة إلى أنه يعني هذا المبلغ يعد مبلغا ضئيلا إلى حد كبير ولم يكن ذا تأثير على الإقبال. الإقبال ربما جاء من الذين دائما يؤجلون القرار إلى اللحظات الأخيرة، وبالفعل في اللحظات الأخيرة يعني كان هناك إقبال، لكن أيضا كان إقبالا ضعيفا بالنظر إلى سوء الأحوال الجوية، حيث حدثت تقلبات جوية شديدة جدا في الثلاث ساعات الماضية. حسن، من خلال الصورة يبدو أن أحوال الطقس لديك هناك في تقلبات جوية، كيف ستنعكس هذه التقلبات الجوية على عمليات التصويت؟ نعم، هي انعكست بالفعل. يعني التقلبات الجوية منذ صباح اليوم يعني أخذت تدريجيا في السوق إلى أن بلغت ذروتها في هذا التوقيت، إلى الحد الذي أجبر السلطات على إعلان بعض الطرق مغلقة، إغلاق بعض الطرق السريعة خشية الحوادث. وبطبيعة الحال هذا يؤثر أو أثر بالفعل على نسبة الإقبال في الساعات الأخيرة. يعني كنا نتوقع أنه من سيؤجل قراره سيأتي في اللحظات الأخيرة قبل غلق باب الاقتراع بساعتين أو ثلاث ساعات أو ربما ساعة واحدة، لكن طبعا لم يحدث هذا نتيجة الأحوال الجوية. نعم حسن، حول المنظمات الدولية التي تواجدت في مصر والمراقبين الدوليين، كيف تحدثوا عن عمليات التصويت باختصار لو سمحت؟ نعم، عدد من المنظمات الإقليمية والدولية، جامعة الدول العربية، الاتحاد الأفريقي، تجمع الساحل والصحراء، أيضا عدد من المنظمات الأمريكية جاءت وزارت عددا من اللجان سواء في القاهرة هنا في العاصمة أو في عدد من المحافظات الأخرى. التقارير كانت إيجابية، لم يظهر أي شكاوى أو خروقات سواء من أحد المرشحين أو من الآخر. نعم، وبالتالي أثنى الجميع على انسيابية الانتخابات. نعم، إذا كان معنا من القاهرة مراسلنا حسن فودة، شكرا جزيلا لك.